2-0 وخساره، ليش هالخساره؟ شو مسوي؟ ما عندك لاعبين، ما يلعبون حق الروح الفنيه. انتم شاري لاعبين؟ ما في لاعبين محترفين. منو جايب لي؟ جايب لي حط لي اراجوز بالملعب. حلو. يلعب بيده، كنا قام يسوي غدا حق الشباب. حلو. انا اقول كلمه واحده، اقول محمد ابراهيم اشتر ماي وجهك وقعد برا، احسن لك. ضيع تاريخك مع النادي العربي. حلو. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني خلاص الحين خلاص يعني ما في منافسة. ما نبي لا دوري ولا كاس ولا هذا. يعني ما تحط راسك براس غاتية ولا. لا 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 ما نبي ولا شيء احنا. الله الله الله. ما نبي، خل كل لاعب يفتحوا له محل تجارة وخليه هناك.